ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة من مدينة إدلب. أهلا بك هاشم إلى هذه النشرة. إذا الوضع على حاله، التصعيد مستمر، القصف الجوي والمدفعي مكثف على عموم إدلب، ضحايا من المدنيين ودمار كبير، أكثر تفاصيل وكيف يبدو المشهد اليوم؟ نعم هاجر، ما زال التصعيد مستمر من قبل ميليشيا أسد الطائفية وطائرات الاحتلال الروسي منذ الصباح حتى الآن. أكثر من 12 غارة جوية 12 غارة جوية على المنطقة الممتدة بين فركيا وأشنان، استهدفت هذه المنطقة بشكل مكثف. ثلاث طائرات حربية تناوبت على قصفها. طبعا لم تسفر هذه الغارات عن إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية حسب فرق الدفاع المدني التي استجابت لهذه الضربات وتفقدت أماكنها. وما زالت الطائرات الحربية في الأجواء وتنفذ الغارات الجوية بالتزامن مع قصف كثيف على المنطقة. طبعا غارات مماثلة كانت على منطقة الشيخ سنديان في ريف إدلب الغربي في منطقة جسر الشغور من قبل طائرة سيخوي 24 تابعة لميليشيا أسد الطائفية. بعدد من الغارات الجوية، طائرات الاستطلاع تكاد لا تفارق الأجواء. ارتفاع حصيلة الشهداء يوم أمس إلى 12 شهيدا بينهم أحد متطوعي الدفاع المدني بعد الغارات المكثفة التي استهدفت بلدة شنان ومدينة كفرنبل ومعرة حرمة في الريف الجنوبي بالطائرات الحربية وبقذائف المدفعية الثقيلة. طبعا الغارات أو الصواريخ التي استهدفت معرة حرمة أصابت أيضا خمسة من فرق الدفاع المدني، عناصر هؤلاء العناصر بعد أن استجابوا لقصف الطيران ونقل الجرحى من المدنيين تم استهدافهم بالمدفعية الثقيلة وقضى أحد عناصر الدفاع المدني. وعند عندما أتى الفريق الثاني أيضا ينتشر المصابين ويسعفهم تم استهدافه مرة أخرى وأدى إلى إصابة في الفريق المسعف. هذه الإصابات تأتي عن طريق تحديد طائرات الاستطلاع لأماكن المدنيين والمنظومات الإسعافية وفرق الدفاع المدني، ويتم استهدافهم بشكل مباشر ومقصود لفرق الإخلاء في هذه المنطقة. هناك تحذيرات كبيرة إن كان من المراصد أو حتى من فرق الدفاع المدني للأهالي الذين توجهون إلى هذه المناطق من طائرات الاستطلاع التي ترصد حتى أي شيء يتحرك في المنطقة. طيب هاشم، حجم الدمار وما هي المناطق التي تعد منكوبة فعليا وخالية من سكانها جراء هذا التصعيد؟ لو نبدأ بالريف الجنوبي، أغلب قرى وبلدات الريف الجنوبي يعني هي خالية من السكان إلا بعض العائلات القليلة التي لم يعني تخرج نتيجة لأوضاعها المادية السيئة والتي لا تقوى على النزوح. يعني نذكر منها الشيخ مصطفى وكفر سجنة والركايا ومعارة حرمة ومعارة الصين والقير وأيضا الدار الكبيرة وصولا إلى مدينة كفرنبل وحاس وحزارين والآن يعني كفر روما بالريف الغربي. أيضا نذكر مدينة جسر الشغور وأغلب وكل قرى وبلدات ريف إدلب الغربي أو غرب مدينة جسر الشغور بداما ناجية لكندة مرعن الزعينية وصولا إلى الحلوز والشيخ سنديان. طبعا هناك بعض العائلات يتبقى لأنها لا تذهب، ولكن أغلب هذه المناطق تعتبر هي يعني مناطق منكوبة نتيجة القصف المتواصل. ولا يسعنا أن نذكر جميع القرى والبلدات التي هي تخلو من السكان والتي تتعرض للقصف. هل من معطيات هاشم عن قافلة المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب؟
يعني حتى الآن ليس هناك أي تفصيل أن كانت هذه المساعدات مساعدات إنسانية تشمل المواد الغذائية أو حتى مواد طبية أو مواد أخرى، مع رغم المناشدات يعني من قبل الأهالي للمنظمات الأمم المتحدة بالتدخل مع دخول فصل الشتاء. هذه المساعدات يعني هناك مساعدات تدخل كل فترة من برنامج الأغذية العالمي WFP، طبعا هذه عبارة عن سلال غذائية، لكن هذه المرة يعني لم توزع حتى هذه اللحظة، من المحتمل أن يكون فيها مساعدات، ولكن هذه المساعدات هاجر هي قليلة جدا، حتى 42 سيارة، يعني هذا العدد قليل، يعني هناك متطلبات كثيرة، أعداد النازحين بازدياد، هناك يعني متطلبات أكثر ليس فقط للمواد الغذائية وحتى مواد طبية. الآن على أبواب فصل الشتاء هناك يعني متطلبات لتجهيز المخيمات، تجهيز أيضا بنية بالصرف الصحي مع دخول فصل الشتاء والأمطار، لا سيما الخيم التي هي مهترئة، وأن بعض العائلات لا توجد لديها أي من تلك الخيام. طيب ننتقل إلى معارك محور جبانة هاشم، يعني هذا المحور يشهد اشتباكات وصفت بالأعنف منذ شهور، هل لديك مستجدات؟ محاولتان تقدم على محور الجبينة منذ ساعات الصباح حتى الآن من قبل ميليشيا أسد الطائفية، وحسب الفصائل المقاتلة أن مع ميليشيا أسد الطائفية هناك ميليشيات طائفية أخرى كحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عناصر من الفرقة الرابعة تشارك، والحرس الثوري الإيراني تشارك بهذا التقدم، وهاتين المحاولتين التي استطاعت الفصائل المقاتلة صد هاتين المحاولتين وقتل مجموعة كاملة لميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الأخرى في هذا المحور. طبعا هذه الاشتباكات تزامنت مع قصف جوي وبري كثيف، وما زالت الآن يعني الجبهة الجبينة تتعرض للقصف، 4 طائرات حربية تابعة للاحتلال الروسي تتناوب على قصف الجبينة الآن، بالإضافة إلى مئات القذائف الصاروخية التي تستهدف محاور الاشتباك وحتى المحاور الخلفية وصولا إلى ريف إدلب الغربي. جميع هذه المناطق تتعرض لقصف مكثف من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة والراجمات الصواريخ. المحاولتين يعني انتهتا منذ قليل بصد الفصائل المقاتلة، يعني لا نعلم خلال الساعات القادمة ان يكون هناك محاولة ثالثة وتقدم على هذا المحور. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل هاشم العبدالله، مراسل أورينت نيوز مباشرة من مدينة إدلب.